كانت فكرة تصميم الحلي والمجوهرات هي بداية الانطلاق لمشروع باي فان، وهي علامة سعودية مسجلة تبرز إصالة التصاميم من خلال خط تميزهم. ومعانا اليوم مشاهدينا شريكة في هذا المشروع عشان تعرفنا أكثر كيف جتهم الفكرة وإيش هي البصمة اللي حاولوا إبرازها من خلال التصاميم. خلونا سوا نرحب بضيوفنا في الاستوديو. عزيزة زارع، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. أهلا فيكم وأهلا في السادة الكرام وفيكم، تسلموا على الضيافة. أهلا وسهلا. وسيدة فانيسا، أهلا وسهلا، نورتينا. أنت كمان شريكة مصممة لهذا المشروع باي فان، كده اسمه. ايوه باي. جميل جدا، نورتينا. انت مش سعوديه فانيسا؟ انا برازيليه. انت برازيليه؟ ايوه. كم صار لك في المملكه؟ اكثر من 30 سنه ما شاء الله. واكثر من 30 سنه ومن البرازيل، مع الاختلاف في الثقافه واختلاف الطبع، ولكن ما شاء الله استمريتي على وجودك في المملكه 30 سنه وعشتي فيها. صحيح. حبيتيها؟ بلدي الثانيه. واو. ايوه. طب خلينا ندخل في موضوع المجوهرات. يا اهلا وسهلا عزيزه. في البدايه كيف جتكم فكره انه انتم تتشاركوا سوا وتدخلوا سوا مشروع زي كذا في شراكه بينكم فمجوهرات تحديدا؟ بدات الفكره في 2019. كانت ابرز الفكره انه الهدف حقها نبرز الثقافه والحضاره اللي موجوده في المجتمع المحلي ونضيف للسوق السعودي شيء يميزها. فجاءت فكرة المجوهرات لأن المجوهرات غالبا هي تعبر عن الثقافة وشخصية الشخص اللي لابسها. صح. ويبرز التنوع الثقافي اللي موجود في السعودية. صحيح. طب أنا عزيزة بسألك سؤال، أنت الآن تقولي أنت اتجهتي لهذا المشروع عشان تبرزي ثقافة السعودية، ليه اخترتي المجوهرات؟ أنا أحس يمكن لو كنت مختارة الأزياء يمكن كان قدرتي تبرزيها أكثر. يمكن المجوهرات نوعا ما، وأنا شايفة ما شاء الله القطع المصممة مميزة وجميلة ومتقنة وجودة عالية، فليش كانت المجوهرات مستوحاة من الطبيعة؟ أبغى أفهم أكثر عن حتى فكرة إن هي مستوحاة من الطبيعة. أيوة. طبعا فكرة التصميم أنا عندي اللهم صل على محمد، عندي ماجستير في التصميم المعماري، والتصميم عموما إبداع وفن في كل مجال. أركيتكت إنجينير أنت؟ أركيتكت إنجينير. أيوة. من جد؟ Yes. ما شاء الله. مهندس معماري. مهندس معماري. Okay. وطبعا فانيسا هي خبيرة تجميل، فاحنا اشتركنا في شيء احنا الاثنين نحبه، وعندنا فكرة في التصميم وبينفذوها مصنع في البرازيل بيساعدونا في تنفيذ الفكرة والاكسكيوشن. ممتاز. عادي اسال سؤال، فضل. كيف تعرفتوا على بعض؟ يعني كيف بدأت الفكرة؟ صار لها 30 سنة في السعودية. الفكرة هي اشتغلت معايا في تصميم بيت اللي كان عندي، وتعرفنا لبعض. هي كانت هي صممت لك البيت. صممت لي البيت وتعرفنا لبعض وشفنا كده انه في كتير يعني تتشابهوا في الشخصيات في الأحجاب. مرة كتير. مين طرح، مين جاب فكرة المشروع في الأحجاب؟ أنا جبت الفكرة في البداية. أنا كنت في البرازيل في 2019 وجاتني الفكرة، وتعرفت العزيزة من قبل بس وتكلمنا في الموضوع، وهي كمان حابة يعني حبيت الفكرة على طول. حبيت الفكرة وبدأنا نشتغل مع بعض. هل حبيتيها من باب أنه فعلا شيء يحاكي شغفك، ولا بزنس وفلوس وتجارة وشيء لي وللمستقبل؟ لا، هو طبعا في جزء sustainability والاستدامة حقته، وجزء نضيف إحنا للمحتوى المحلي في السعودية. منها كده انت اركيتكت انجينير، يعني انت كمان كمهندس تحب الرسم، تحب الديتيلز. بالضبط. واكيد هتطلع بافكار خارج عن الصندوق. ايوه. فكان جات الفكره انه احنا نشتغل مع بعض على ذا الموضوع. ما خفتي؟ احنا ماخذينها خطوات بسيطه. بدانا في البدايه بتصميم كوليكشن بسيط وبدانا نتوسع الان. طيب في سؤال كذا يعني يقرقع جوايا في السوق السعودي، العميل السعودي او العميلة السعودية صعبة، صعب الارضاء صراحة، صعبة. وغير كمان احنا دائما يجي يقول لك مثلا اوكي انا حلو البراند، حلو التصاميم، بس بدل ما احط المبلغ هذا في هذا اروح احطه في البراند الثاني المعروف. كيف بتقدري تقيم الان العميل السعودي وكيف قبوله على مثل هذه المشاريع؟ احنا استراتيجية التسويق اللي معتمدينها على دعم المحتوى المحلي، وفي نفس الوقت تبادل المنفعة. فعندنا تعاون مع مشاريع محلية وتعاون مع فنانين محليين
عشان نخلي تجربة. تقصدي بمشاريع محلية؟ يعني أعطيكي مثال، إحنا الرسومات اللي هنا محطوطة من فنانة سعودية اسمها روان ناظر، هي عملت لنا الهوية. فإحنا لما أيوة. فلما إحنا نجي بنعرض. نايس والله برافو. نعرض الشيء يعني بتشتغلوا مع بعض. ايوه فلما تيجي تعرضوا الشيء عفوا عزيزة بنعرضه بطريقة مميزة وبنعطي العميل تجربة مميزة عشان يختار المجوهرات كباكج كامل. انا لاحظت هنا كمان في عرايس بال تريكو العرايس اللي بتريكو كمان نفس ايوه العرايس هذه تعاوننا مع مشروع نيسن ستيتشز اسمه مشروع محلي كمان يعمل حياكه يدويه وكستمايز للعرايس فتعاوننا معهم عشان يعملوا لنا باكجز لرمضان تنفع للهدايا تكون واو فالكستمر يعني هي هديه كده كامله ايوه أوكي. ايوه اذا بتبغى تحضر الحلقه وتبغى الهديه كامله يصير نسوي لك التغليف بهذا الشكل لافلي ايه احنا نبغى كده افكار جديده اللي يحبوا شيء غريب شيء غريب صح. الناس الحين جزء من تقديم الهديه جزء من قيمه الهديه طريقه تقديمها صحيح صح جزء من يعني هذه طريقه جدا مهمه يعني كيف انت بتقدم لي الهديه بصراحه وحبيت مره انه في بنات صغار يعني هي في واحده صغيره والباقيين محجبين الله مره كيوت وانتبهتي انه نفس الشخصيه اللي حق بايفا احنا سوينا نفس الشخصيه نفس يعني طريقه لفه الحجاب نفس لفه الحجاب ايه بصراحه والرسمات جدا رائعه يعني انا ما ادري اذا مخرجنا جابهم بس الرسمات جدا رائعه وجميله وانا حابه انه في يعني تعاون ما بينك وما بين مشاريع ثانية لكن السوق زي ما كنا بنقول لبنى قبل لا نطلع فقرتنا صراحة في منافسة جدا عالية كيف تتركي بصمتك في تصميم المجوهرات عشان الناس تقول لا أنا هروح لعزيزة البايفان ليه يعني إيش اللي عندك وعند فانيسا شوف أوكي. الميزة أنا راح أقول لك إحنا ما بنجيب كوليكشن إحنا بنسوي تصميم ليش كل شهر إحنا بنجدد كل إحنا ما بنكرر ما نكرر كثير القطعة مثلا هذه قطعة بس إذا شيء زي بيست سيلر اللي طالبين أكثر إحنا بنجيب بنسوي أكثر لكن في بعض القطع إحنا نجيب يعني مثلا كم قطعة من التصميم الواحد كم قطعة يعني حسب يعني في شيء نجيب 20 من اللون مثلا هذا في لون ذهبي منها مثل ذهب اوكي يعني. بس نفس الحجر لا في الوان مختلف اوكي ايوه ممتاز يصير هذا كمان الميزه يعني كل بعد شهر ولا شهرين تلاقي قطعه جديده عندنا حلو شيء جديد اللي تجديد حلو طبعا. يعني انك انت تروح السوق نفس الشيء يقعد سنتين تروحي نفس البضاعه صح احنا لا احنا هذا كمان يميزنا كله يعني احنا نجيب كوليكشن شغالين الكوليكشن اللي جايه يعني تعرف كيف طب انا ابغى اسال سؤال انتم بتصنعوا بالبرازيل إيه؟ هل هناك ما يمنع التصنيع بالسعوديه نفس سؤالي لبدا فاهمين بعضينا والله العظيم هل ما يمنع انه يكون التصنيع بالسعوديه ورش تصنيع المجوهرات في السعوديه ايش وضعها بالضبط ليه ما بتصنعوا هنا يعني الخبرة في البرازيل عالية وطبعا احنا عندنا دراسة اسعار على اساس انه احنا نبغى نوفر منتج بسعر مناسب لمختلف الاعمار والفئات العمرية فنفس التصنيع وخبرة التصنيع في البرازيل جدا عالية مع الدقة في التصميم وتوفر الاحجار والمعادن هل هذا كبيرة في الميزة وبعدين عندهم المواد الاحجار كله من هناك يعني اذا نبغى نجيب كله يعني هل العميل لما تيجي تقولي ميد ان يعني صنع في البرازيل تفرق في المبيعات عن صنع بالسعوديه؟ لا بس اللي يفرق انه هاند ميد انه مشتغل يدويا فهو مشتغل يدويا في البرازيل بس ان شاء الله في الفكره الافكار الجايه ولا في التقدم نقدر احنا نعمل شيء في السعوديه. ايش لابسه؟ اسمحي لي يا عزيزه. لابسه الالوان تجنن يا جماعه حجر اخضر و... وفي ازرق جميل. وفلاور الفلاور هنا مطلية كمان ببينت تعرف ايش يعني لفلي يعني في بيسفول مو طبيعي البينتينج هاند ميد بينتينج مرسومة رسم الوردة واو تقدري تشرحي لي اكثر يعني ايش مستوحاة انت ذكرتي اكثر مرة احنا تصميمنا مستوحاة من الطبيعة مستوحاة يعني ايش مستوحاة من الطبيعة وكيف زي لابستها اكيد ان انت لابستها مستوحاة من الطبيعة ايوه الألوان من الطبيعة من الفصول جايبينها حاجات بسيطة زي الورود عندنا سيجنتشر اللولو عندنا يميز البحر عندنا الفراشات
كمان واحدة من السيجنتشر الفراشات اللي معروضة هنا. فهي أغلبها حاجات مناظر تشوفيها في الطبيعة وحلو أنك أنت تلبسيها في كل يوم. حلو، يعني في بعضها تصاميم تنفع للصيف عشان البحر وبعضها تصاميم تنفع. طيب احنا تكلمنا يمكن قبل الهواء عبير عن الأسعار. أيوة الأسعار مرة روعة. فلو تكلموني مثلا يعني كثير يعني دايموند جيرلز بيست فريند، فأهم شيء أنه هي تكون قادرة أنها تجيب الدايموند، أنه هي تشتري نفسها ما تستنى أحد يجيب لها هو. وأنا أكثر وحدة يمكن في الدنيا أشجع أنه فعلا المشاريع اللي زي كده تسوي أشياء حلوة بأسعار مرة مناسبة، بصراحة فكرة رائعة. بلس أنه الأفكار مو يعني شيء قديم أو شيء عادي وتقليدي، الأفكار غريبة جديدة شوي مستوحاة زي ما قلنا من الطبيعة. فحبيت مرة كيف هم سعروا الأغراض مع أنه صنع في البرازيل، إلا أن أسعاره ممكن تكون الأسعار عالية ولكن أسعار متناول الجميع. أبغى أسأل، أنتم مين أكثر فئة تصنفوها عملاء لكم؟ سيدات الأعمال، صبايا الجامعة، بنات المدينة أكثر؟ أعطيني نبذة عن العميل اللي قاعد يتوجه لكم. هدفنا احنا انه كل انثى تلبس مجوهراتنا، وغالبا اللي يلبس مجوهراتنا انثى تحب تعبر عن نفسها. ونحب نلاقي انه كل انثى تلاقي في المجوهرات وسيله لتعبير عن نفسها، فهي احيانا تكون جريئه ولا قطعه كبيره بس تناسب جميع الاذواق. فاي انثى يعني هي، وبعد الحلقه هذه انا واحده من الناس يعني ترى حكون سوف انضم لك. اهلا فيكي. كمان بس انا ابغى اسالك، ايش الاحجار اللي بتستخدموها بشكل عام؟ يعني الأحجار اللي زي كده مثلا، أوكي مو أحجار كريمة مثلا أو أحجار كريمة، ترمالين فيها ترمالين، وهذا اللولو الزراعي، وفي سترين وترمالين، وفي الكريستال، في جميع الأحجار. طيب مع عوامل التعرية يعني ومع جونا اللي احنا عايشين فيه، يعني احنا عارفين الجو في المملكة كيف، فجأة احنا الحين صرنا في الصيف وبيكون برد أوقات، مع استخدام السيدة وهي مثلا لابسة هذه المجوهرات، الموية ما الموية، كيف ممكن تكون العوامل اللي هتأثر على هذه المجوهرات؟ ايش كيف ممكن ناثر عليها او هل هتتاثر؟ ممكن يعني مع سوء استخدام، يعني الواحد يعني مع سوء الاستخدام. إيه. 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 انت حفظت إيه. عليها يعني انا عندي كم قطعه تقعد يعني 10 سنين عندي ما تتغير اللون. اوكي. وفي بعض الزبائن يلبس ويقول له بعد 3-4 شهور يقول تغير اللون، يعني حسب يعني لا 3-4 شهور هذه هي ما تعرف تستخدم. ايوه يعني زي كذا، يعني الواحد لو حفظت للشيء وما رشيت الكولوني عليه والكريمات كمان واحد يعني، ووقت بعد ما لبستي وترجعي لوحده وما يعني تلخبطي مع حاجات ثانيه، يعني عيش معاكي فتره يعني كويسه. يعني حلوه هذه المعلومات. ترى الكل ترى على فكره، حتى يعني اعلى البراندات واغلاها يقول لك لا تحطي عطر، أيوة. لا تستخدمي عطر على ما تقدري المنتج. ايوه والله صعبه ترى. طب انا لاحظت حاجه ما ادري اذا انت انتبهتي لها يا لبنى ولا لا، انا ما شفت خواتم. ليه يا عزيزة؟ في خواتم بس طريقة العرض. لابسة انت الخواتم. اوكي موجودة. شوفي ما احلاها الخواتم. اوكي عشان ما كان عندنا مكان يعني نرسهم. جميل. بس عندنا فراش، عندنا جميع الخواتم كمان كله في الاحجار الكريمة وكله. ودي اسأل سؤال الان، انتوا كيفكم مع السوشيال ميديا؟ خدمتكم؟ اكيد احنا التوجه التسويق كان من السوشيال ميديا، وتوجه المبيعات يكون عندنا موقع الكتروني على السوشيال ميديا، ما نبغى نفتح محلات. حلو. اونلاين يعني. ايوه نبغى نكون في التسوق الرقمي على ايذر موقع او في السوشيال ميديا. طيب انا بسال سؤال الان، هل جاكم مره عميل او عميله عفوا قالت انا القطعه ما كانت مناسبه وخربت تلفت؟ اكيد خدمات ما بعد البيع عندكم في ممان. اكيد هذول هذا لابد منه. يعني دائما في خدمات ما بعد البيع عندنا، احنا هذه بنعملها في السعوديه، احنا متعاونين مع كذا مكان محلي. اي خدمه بعد البيع للتصليح بنروح عندهم بنعمل. يعني عادي ارجع لك القطعه واقول لك مثلا انقطعت انكسرت حصل في شيء بانتم حسب، يعني اذا الشيء يعني اذا الشيء ممكن يكون التلف بسبب المصنع يعني في شيء اتقشر معك وانت لسه ما لبستيه يعني كثير، اوكي ممكن يعني، لكن الشيء اللي انت كسرتيه ولا خربتيه يعني صعب. مش يعني مسؤوليتكم اكيد. مسؤوليتنا. فانسا بزنس ومن. ايوه. بزنس از بزنس. بزنس از بزنس. انت خربتيه. لا بس تعرفي احنا المصنع في البرازيل هم يدوك دمان
سنتين. هلا بعض الحاجات اللي يصير في القطع يعني، بس احنا هنا صعبه اللي احنا ندي هذا الضمان، عشان كيف نرسل للبرازيل يصير تكلفه وهذا. يعني احنا نحاول نصلح الامور هذا هنا يعني في السعوديه. عزيزه، في سؤال من ضمن المحاور اللي حابه اساله ليكم انتم الاثنين، لو جتكم شخصيه سيلبرتي او شخص مشهور برا، مين ممكن تصمموا له؟ انتم مين تختاروا؟ احنا اول شيء نبغى نذكر انه ليلى اسكندر اختارت قطعه من القطع انها تلبسها وتحطها في جلسه تصوير ليها، ونبغى نشكرها على الدعم هذا. ليلى اسكندر تحب الاشياء اللي برضه خارجه عن المألوف، فايوه تاخذ. ايوه ما شاء الله عليها. ايوه. وكشخصيه احنا نحب نختار منى ابو سليمان، الدكتوره منى ابو سليمان. عندها ذوق جميل، وهي رائده في الاعمال راقي. وكمان تدعم المحتوى المحلي وتعزيز دور المراه في السعوديه. تواصلتوا معاها؟ ان شاء الله بعد الحلقه. ان شاء الله ان شاء الله بعد الحلقه. يعني كلمه اخيره حابه تقوليها عزيزه كامراه سعوديه داخله هذا المجال وهذا السوق، وكمان بتتشاركي مع سيده برازيليه في هذا المشروع. احنا طبعا اول شيء نحب ندعم كل المراه السعوديه انها تقوم بالاعمال الخاصه بها وتشوف هواياتها وتطورها از بزنس. وطبعا نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم الدائم للمرأة وتمكين المرأة علميا وعمليا، وبالتوفيق إن شاء الله لجميع الأعمال الصغيرة والأعمال الناشئة. سيدة فانيسا حابة تقولي كلمة تختم اللقاء فيها؟ ممكن أقول بالبرازيلي ولا كيف؟ تفضل. قولي بليز بالبرازيلي. نفس كلام اللي هي بتقول، بس بدي أقول بالبرتغيز. أوكي. يو كير أغراديسي وهي يو برنس سليمان محمد بن سليمان por dar a oportunidade das mulheres trabalharem e terem uma vida melhor, e principalmente as mulheres estrangeiras que têm filhos sauditas. Gracias. شفتني فاهمة؟ أوريغادا. أتحدى الكنترول ينزلون الترجمة. أتحدى الكنترول ينزلون الترجمة، وحتى أتوقع حتى المشاهدين قاعدين يقولون لو سمحت الترجمة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا، وكان ختامها مسك ومجوهرات وأناقة وجمال. إن شاء الله نشوفكم بكرة وبعد بكرة وكل أيام الأسبوع في أمان الله.